هجيبهولك لحد عندك. تجيبه لحد عندي؟ اعمل بيه ايه يا بيه؟ اعملي فيه اللي انت عايزاه، المهم هتلاقيه قدامك متكتف ايدين ورجلين وبيقولك انا في عرضك. تحت امرك يا باشا. تاخد الانسه وش السيد معاك وتجيب لي اللي اسمه فوده ده من قفاه. امرك يا باشا. اعملي الشربات يا وليه. مش هعمل حاجة يا وليه، ما تغمنيش ليلة فرحي. جايب لي دورة وعايز نعمل لك شربات وتفرحيلي. لو انا ابو ابنك بصحيح وبتعزيني تفرحيلي. انا جايب لك احلى بنت تبقى خدامة ليكي، وجوزك راجل مجدع هيحط اتنين حريم في اوضتين قصاد بعض هيمشيهم على العجين ما يلخبطوش. يلا روح اعملي الشربات وانا اروح اعزم الناس واجيب المأذون. ده انا ابو رجب برضه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالسلامة يا ابني. الله يسلمك يا خالتي. انتوا اللي ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا منصور. ايه هو انتوا جيتوا بدري ليه؟ انت كنت عاوزنا نتأخر ولا ما نجيش خالص؟ لا، كنت عايزكم تحافظوا على مواعيدكم. انتوا قلتوا هنيجي بعد العصر، وانا بقى عملت حسابي ان اول ما اجي من الكليه ابقى اروح اجيبكم بالعربيه. ما احنا ما قدرناش نصبر لحد ما تيجي تجيبنا بالعربيه، اصل ماما كانت مستعجله قوي وكان نفسها تشوف خالتي. وانت يعني ما كنتيش مستعجله عشان تشوفيني انا جاي؟ يعلم ربنا يا خالتي، انا وانا جايه هنا ببقى جايه طايره ازاي. عموما انتوا نورتوا، اهلا بيك يا خالتي. اهلا بيك يا ابني. اهلا يا نجات، اتفضلوا انتوا براحتكم بقى عن اذنكم. اتفضل يا ابني. هشوف بس اللي على النار. طب يا اختي خديني معاكي. يلا يا اختي. تفضل. تفضل يا منصور. انت الوحيده اللي في الدنيا دي كلها يا نجات اللي مش محتاجه تطلبي مني اذن. يبقى اتفضل بقى. طبعا تتفضلي، ولو عرفتي الحقيقة يا نجاة هتلاقي نفسك متفضلة بحاجات كتير قوي. طب ممكن انت تتفضل وتقبل مني دي؟ افتحوا يا منصور. بس مش مهم.
لأن الأصل هنا. بس أنا عاوز أحط دي في أوضتك. وماله يا حبيبتي؟ قولي لي تحب أعلقها فين؟ لا ما تعلقهاش. أنا عاوز أحطها هنا. ورا صورتك. إيه رأيك؟ كده تبقى جواك. انا عندي احساس انهم مش هيبعدوا عن بعض العمر كله. طب ممكن بقى انت كمان تتفضلي وتقعدي علشان نفسي تشاركيني حاجه تانيه. ده فعلا القلوب عند بعضها زي ما بيقولوا. أو انا راجع النهارده ومستني بفارغ الصبر اني اروح اجيبك من البيت علشان اقدمها لك. ايه ده منصور؟ ده مصروف الكام شهر اللي فاتوا كله. حلوه قوي حكايه المصروف دي. بس انتي اكتر واحدة انا جاعت عارفة سلو المغازية، وعارفة ان محدش من المغازية بيملك حاجة ولا له حاجة. بس انا بقى حوشت كل المصروف علشان اجيبلك السلسلة وآية الكرسي. لا انا مش جايبها لك علشان تدوري وشك. ما اقدرش البسها يا منصور. ليه انا كانت دي هديه؟ هديه انا عايزه اهديكي بيها، عايزه اهديكي باي حاجه. نفسي انا جاتي يبقى في حاجه بتاعتي ضمن حاجاتك، تفضل ضمن حاجاتك وتعيش معاها العمر كله. تبقى بتخنقني العمر كله. منصور انت ما فكرتش انا لو لبست دي هعيش ازاي؟ نجات احنا ولاد خاله. لا يا منصور احنا مش ولاد خاله، احنا اتنين حرمونا عن بعض وعذبونا العمر كله. يبقى ما تحرمينيش انت كمان ان انا احس ان انا جنبك. نجات انا نفسي احس ان انت احيانا بتفتكريني. احيانا مفتكره؟ منصور انت مش عارف انا بحبك قد ايه. انا بتمنى انساك لحظه. تقومي ترفضي هديتي؟ لانها هتعذبني، مش هقدر البسها قدامهم. هقول لهم ايه؟ انت ليه ما فكرتش في الناس اللي حوالينا؟ انا مش عاوزك تلبسيها قدام حد. بالعكس أنا بعد اللي حصل ده مش عايز أي حد يعرف. بس على الأقل يا نجات تكون معاكي أحس إنك محتفظة بيها. إن شاء الله حتى ما تلبسيهاش. لا يا منصور أنا مش هلبس غيرها، ومهما جالي ذهب أو تقدمت لي شبكة مش هحس بيه. هحس إن هي دي شبكتي ومهري، والرباط اللي هيربطني بيك العمر كله. اهو انا كمان عاوز احس الاحساس ده. ممكن نجات انا مؤمن ان ربنا عدل، عشان كده عندي احساس ان حكايتنا مش ممكن تنتهي ابدا لانه يبقى ظلم. عشان كده أرجوكي تاخديها، ما تخلينيش أحس إن حبنا انتهى كده، ما تخلينيش أحس إن خلاص ما بقاش في أي حاجة بتربطنا ببعض. أنت ليه كده؟ ليه بتفقدي الأمل؟ ده أنا عايزك تساعديني هنا علشان ما أفقدش الأمل يا نجاة.
فضلت طول عمري بحلم ان اجيب لك شبكتك وانك تنزلي تختاريها معايا ويكون ضمنها ايد الكرسي، لان انا نفسي ربنا يحفظك يا نجات، ومتاكد ان مفيش حاجه هتحفظك زي ايد الكرسي. ممكن تلبسها لي يا منصور؟ مش انت لوحدك اللي تمنيت انك تجيب لي شبكتي وتلبسها لي؟ انا كمان اتمنيت ان محدش يمد ايده عليا ويطوق رقبتي غيرك. نجات، ممكن تخبيها جوه، مش عايز حد يشوفها، وعايز كمان احس ان انا قريب منك قوي. الحاضر يعلم الغايب، يقول له، يعرفه، يعزمه. فرح المعلم فوضه ابو حطب الليله، كتب الكتاب والدخله الليله. المعلم فوضه ابو حطب هيناسب المعلم جبله. الجوده بالموجود يعني طول عام اللي عنده حاجه يجود بيها. منصور، سمعت اللي بيقوله عمك فوده؟ المشاريب سمعت على حساب الزواج. يعني صحيح الجو شوق الليله دي؟ ايوه يا ماما، واذا كان عندك صينيه انزلي قدميها في العطفه بعد المغرب. الله، ابوك عنده علم بكده؟ يا ماما ارجوكي ما تتعبيش نفسك. ليه يا ابني؟ هي سوق العصر خلاص ما بلقاش كبير. يوه، الراجل يخطف العيالة وما فيش حد يقول له لا. يا ابني يا ابني حرام، ذنبها هيبقى في رقبتنا، ذنبها هيبقى في رقبة ابوك. كتب الكتاب الليلة يا معلم عثمان، وانت وكيل العروسة. لا يا فودة ابو حطب. ايه يا معلم عثمان، مش عايز تبقى وكيل العروسة؟ أنا غلطان اللي قلت إنك كبير السوق وجيت لك. خلاص، المعلم جاب الله أولى ببيته، هو وكيلها. مش هيحصل يا فودة. حيرتني معاك، أروح أشتري لها وكيل. مش هتتجوز بنت جاب الله من أصله يا فودة. ليه يا عثمان؟ إلا العرض يا فودة. تطلب فلوس أديلك، تقل أدبك أستحملك، تتنطط على كتافي في سوق العصر أقول وماله، زميل صبا ورفيق سكة، إنما تنعش في عرضنا وقدامنا لا يا فودة. ملك وبت جاب الله عثمان في حمايتنا واستجارت بيا يا فودة. مش هتجرها مني يا عثمان، مش هتمنعها عني يا عثمان. ولو ايدك في ايدك ودراعك في كتفك. مش قلتلك ابوك مش هيسكت؟ فودة هو اللي لازم يسكت. لا مش هسكت. بعدني عن بت جاب الله عثمان. إن جبتني الأرض هسيب السوق
والسبتية كلها. مد ايدك عدمان. انت اللي اخترت يا فودة. اخترت بنت جبالة. تبعدها عني ليه؟ مش من حقك يا فودة. حق الأخوية تختارها هي وابوها بدالي يا عدمان. حق ربنا أولى يا فودة. مش حقك عدمان. سبت حق كتير يا فودة وجي الوقت اللي الحق يبان فيه. خد نبوتك وروح يا فودة. عدمان مش قلتلك كفاية يا فودة؟ مش قلتلك خد نبوتك وروح وكفاية بقى يا فودة؟ لا مش كفاية يا عدمان. أنا لسه ما اتكلمتش وهتكلم. يا أهل سوق العصر يا أهل السبتية. اسكت يا فودة. مش أنا اللي هجيب السوق يا عدمان يا مغازل. هستنى لما بقى أكبرهم. وانت عارف انت رايح على فين يا اهل سوق العصر. عارفين كبركم ده. اسكت اسكت يا فودة بقى. لا مش هسكت. الناس لازم تعرف سرك. لا لا هتسكت يا فودة. لا مش هسكت. لا هتسكت خالص. لا منصور فعلا. وحضرتك ما كنتش مصدق ولا ايه؟ اصدق؟ معقول اصدق ان طالب نهائي كليه الحقوق تمد ايدك وتقتل علشان بنت وراجل بلطجي؟ مش هي دي برضو الحكايه يا منصور؟ لا يا حلمي بيه، مش هي دي الحكاية. أمال إزاي؟ معقولة تطلع في المظاهرات وتدخل الحجز مع زمايلك المصريين؟ نقول ماشي وطني وشرف إنك أنت تدخل السجن علشان بلدك. إنما بقى تأكد يا حلمي بيه إن أنا المرة دي مديت إيدي وقتلت برضو عشان بلدي. شاي الكلام ده. الراجل البلطجي ده ماله ومال البلد والوطنية؟ قول له منصور، انت كان في حاجة بينك وبين البنت دي؟ من فضلك يا حلمي بيه، من فضلك بلاش نتكلم عن الموضوع ده بالشكل ده. ولازم حضرتك تتأكد من حاجة. أنا ما قتلتش إلا عشان بحب بلدي قوي وخايف عليها وعلى رجالتها يا حلمي بيه. خايف عليهم قوي. والدي ممكن يشرح لحضرتك اللي أنا مش هقدر أقوله هنا. أنا مش فاهم يا منصور، ممكن توضح لي؟
لو علقوا حبل المشنقة في رقبتي مش ممكن حوضح أكتر من اللي سعادتك سمعته مني دلوقتي. ده أنا قتلت عشان ما حدش يوضحه. خد بال حضرتك، أنا مش نادم وفاهم قانون كويس، وديني جيت وسلمت نفسي للنيابة برجلي زي ما سعادتك شايف. حتى والدي رفضت إنه يجي معايا. وهتقول إيه لرئيس النيابة أما يسألك يا منصور؟ اللي الناس كلها شافته ومصدقاه وشاهدة عليه، أنا كنت بدافع عن أبويا في خناقة، وما ظنش إن كان فيه سبق إصرار ولا ترصد. مش عارف انا رايح فين، ادور عليه فين بعد ما ضيعته. انا ضيعت اخوكم، ما كانش لازم اقوله. انا ضيعت منصور يا نجات. يا حاج عثمان، يا حاج عثمان فهمنا بس ايه السر. سر ايه يا برهامي؟ السر اللي كان دايما يهددك بابن فودة ومنصور قتله. منصور قتل فؤاد ابو حطب علشان يحميكم، يحمينا كلنا، وانا اولهم. هو حماني وانا ضيعته. يا حاج، يا حاج فهمني. افهمك ايه؟ مش لازم تفهم. وانت كل حاجه عايز تفهمها اشمعنى دي بالذات عاوز تفهمها؟ الحاجه الوحيده اللي لازم تفهمها ان منصور حماكم كلكم. يلا طلعت. نعم يا بابا. تعال معايا اشوف هتصرف ازاي. يا حاج اجي معاك. انا قلت طلعت. يلا طلعت. يلا يا ولد. مساء الخير يا أنسة نبيلة. طلعت؟ معقولة؟ أهلا. أهلا وسهلا. معلش أنا أصلي مش جاي لوحدي، بابا معايا. اتفضل اتفضل يا بابا. طب باباك يتفضل. أهلا أهلا يا عم، اتفضل. يا ريت والدك يكون موجود يا بنتي. هو والدي مين يا نبيلة؟ أهلا وسهلا، اتفضلوا. أهلا أهلا. أهلا يا فندم. معقول تقفوا على الباب كده؟ مش عيب يا نبيلة؟ معقول يا حاج؟ اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه انا محتاج حلمي بيه الحاجه مهمه قوي يا ست. هو الحقيقه لو في الشغل بلغيه، لو في اي مكان بلغيه، قولي له الحاج عثمان محتاجك في حاجه مهمه وسريعه جدا. ده لو ما كانش عارف بالمصيبه اللي حصلت. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ كفل الشر. خير يا حاج؟ مش خير يا ست هانم. ابني دخل السجن، سلم نفسه عشان طول ايديه وهو بيحميني. المقدر صار والقضاء نفد. ابنك مين يا حاج؟ اخو طلعت الكبير. ارجوكي ارجوكي قولي لي اوصل لحلمي بيه ازاي وفين. انا مش عاوز اروح للشغل. طب اتفضل يا حاج، مش معقول تقفوا كده. لا طبعا مش هنقف هنا، مش معقول. انا فتحت هقعد تحت لحد ما تبلغي حلمي بيه هو هيلاقيني في الشارع. اطرح يا قلبي جالك حبيب بعد الغياب. افرح.
دول؟ دول؟ دول كل ممتلكاتي في الشقة. ده انت عندك حاجات كتير قوي. ارميهم. جايبه لي صرة بمنديل محلاوي. ارميهم؟ ازاي؟ دي الصرة ده هي بقى لو يوه. يلا خلصينا. حطيهم ورا وركبي. حاضر. حاضر يا بيه. حالا اهو. يلا خلصينا وركبي. ما لقيتيش الا المنديل المحلاوي ده. يلا. يا ما كنتش بس تبقى حمية قوي كده. حاضر. عينيا. هو عصبي ومتهور كده. انت قصدك رايقه ولا على بالك؟ ما روقش ليه وما افرحش ليه؟ قلبي سعيد هيفط مني فط. افرح يا قلبي جالك حبيب. بس ايه؟ ما دام ركبتي هنا يبقى تنسي الخرابه اللي كنت عايشه فيها. تنسيك. نسيت. نسيتني اسمي ونسيتني رسمي. نسيت من انا من ساعه ما شفتك في المكتب. اي والله فاكر المكتب. المكتب والله. بابا حضرتك هتقف كده كتير؟ طب ممكن حضرتك تستريح في العربيه؟ بابا مش معقول كده. لو حد شافك يعني منظرك هيبقى قصدي شكلك يعني. شكلي ومنظري ده كل اللي جه على بالك؟ ادي شكلي يا ابني. ادي شكلي. بص لابوك وتامله. دمعي على خدي. مش عارف اهرب منك ولا اهرب من نفسي. لو كل اللي يهمك الشكل يا ابني يبقى مش هنفعك. مش هترضى ابوك يبقى بالشكل ده. قلبه متقطع الف حته. مش عارف يلمه ازاي. يا بابا يا بابا انا كل قصدي يعني ان انا عارف قصدك يا ابني كويس. وعارف عايز تقول ايه. انا مش هداري ولا اخبي وشي من الناس. الناس عارفه كل اللي حصل يا ابني. انا مش شايف قدامي غير اخوك ابني. ولو قعدت في الشارع هنا عريان والناس تتفرج عليا والرايحه والجايه انا مش هتحتح ولا هتحرك من هنا. وش من رجلي اليمين؟ ادي رجلي اليمين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. لا ما بدهاش. لا ما بدهاش. وصل النوم على العروسه عشان الحاسب. يا اخويا عيني عيني عيني. الله عروسه بالمقلوب. معلش. من عينك يا نوال. من عينك يا زكي. من عينك يا وادي شحاته. من عينك كلكم يا فرقه نحس. من دالة. من كل عين بصاصه تمتب فيها الف رصاصه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ايه ده يا ولاد؟ ايه ده جديد لانك بشوكو؟ بشوكو ده ايه؟ لا بشوكو ده ايه عروسة في ليلة دخلتها؟ الأمل اللي أنا فيها دي. دي بقى أوضتي أنا وإنتي. الأوضة التانية مفروشة كده برضو؟ أوضة إيه؟ أنت مش قلت لي عندك أوضتين؟ حتى أنا بالأمارة قلت لك نبات هنا ليلة وهنا ليلة. وأنا قلت لك بلاش الأفكار دي يا بيها. بقى أنت فاهمة إن أنا حبات هنا كل يوم. انت مش واخده بالك ولا ايه؟ انت ناسي ان انا راجل متجوز وعندي بيتي واولادي. لا مش ناسيه طبعا. معلش لف الدماغ من اللي شفته في الشقه. وانا شفت شويه دوختني ولفت دماغي. طب اقعدي بقى قبل ما دماغك تلف وتوعي. وانا لسه هقع يا باشا. أنا وقعت واللي كان كان.
قعدت تحت ليه؟ بس الشهادة لله يا باشا، أنا وقعتي جت سقع، سقع قوي أكتر من اللي كنت بحلم بيه العمر كله. يعني مبسوطة؟ مبسوطة إلا مبسوطة، لو كان في واحدة في الدنيا دي مبسوطة يبقى أنا، ولو كان في راجل له فضل على حرمة يبقى أنت. صاحي فضل ودين وخير لرقبتي، لو كان في خدامة وجارية لراجل طول العمر يبقى أنا. طبيبة أنت جريتك وخدمتك العمر كله. أنت خلاص هتقلبي نكد بقى وتعياطي وتدمعي؟ ده احنا يعني لسه مع التمام. دموع الفرح سعادة البيه. صدقني يا باشا، صدقني انا مش مصدقه روحي، مش مصدقه اني هيتقفل عليا باب اليوم بطوله واستنى الراجل اللي بحبه يدخل عليا يبش في وشي ويرمي خيره تحت رجليا. بعد ما كنت انا اللي بدخل على الرجاله فتوات الحارة والسكرانين، أنا لا لعبهم وأنا لا لطيفهم عشان يرمولي لقمة مغمسة مغمسة بالطمع ونية السوء. نبي على قلبك يا سعادتك بيه، هطلب منك طلب ما تستخسروش فيا، يعني بجملة اللي اديتهولي. عايزة ايه يا بيا؟ قولي. يعني مش هتكسر بخاطري وتقولي لا؟ لا، انت عايزة ايه؟ عايزة فلوس؟ لا فلوس ايه؟ انت مغرقني كفاية قوي كده. طب ما انت عايزة ايه؟ عاوزاك تمسك ايدي تقول لي اني ازوجتك نفسي. معلش مفيش غيري انا وانت وربنا دلوقتي، وانا مش عاوز عصاها، كفايه كفايه العمر كله عصيان من يوم ما عرفت الحلال من الحرام. معلش بجنبه اللي اديتهولي، انت ما يرضكش ان اللي يربط بيني وبينك شقة بالمشاهرة، أنا عاوز اللي يربطني بيك جواز في الحلال، أبقى مراتك وجريتك وخدمتك العمر كله. أعمل معروف، أنا مش عاوزة ربنا يغضب عليا ويقصف عمري ويبتليني بداء ما أقدرش أطببه ولا داويه العمر كله، ربنا شاهد وكيل علينا. انت كمان يا سعادة البيه لازم تخاف على نفسك وتخاف ربنا. طيب تعالي عودي يا بيها. اذا كنت مش موافق خلاص مفيش مشاكل، هعيش معاك جزمتك على رقبتي، على الاقل جزمة بيه احسن من جزم الزبالة اللي كانوا دايسين على رقبتي من غير تمن بلوشي. انت بتعرفي تجري؟ حصر عليا محدش علمني. ده عادي ايجار الشقة دي، اجرتها باسمك والعفش اللي فيها ملكك. ربنا يخليك لي. دي بقى ورقة جوازنا. ايه؟ دي ورقة كتبتها بتقول ان احنا اتجوزنا الليلة، وحسك عينك حد يلمعها. هتفضحينا؟ فشر فشر العش ولا كان، ده انا ضحي بعمري برقبتي.
بدي مس ثوبك. وريني وريني. مش عارفة، أول مرة أندم إن محدش علمني القراية. بس أنت مصدقاني؟ طبعا مصدقاك، مصدقاك. وأنت هتكذب عليا ليه؟ ولو كذبت عليا هتروح من ربنا فين؟ ما أنا قلت لك ربنا شاهد وكيل علينا. أزغرت زغرتة صغننة قد كده أهو، أصل أنا بتمناها العمر كله، أتجوز وأزغرت قد كده. زغرتة صغننة يا حلمي، أفرح، عايزة أفرح. تعرفي تزغرتي سكيتي؟ سكيتي. هو حلمي بيه؟ حلمي بيه؟ انت فين يا حلمي بيه؟ الحاج عثمان. ايوه الحاج عثمان، انا مستني رجعتك من بعد المغرب. من بعد المغرب؟ ايوه ايوه، مستني حضرتك من بعد المغرب. اصلك ما تعرفش ايه اللي حصل؟ لا عارف يا حاج. عارف؟ عارف ان ابني الكبير منصور قتل الراجل ده اللي اسمه فوده. فوده ابو حطب قتله ليه؟ حضرتك عارف قتله ليه؟ انا سالت منصور وقال لي. حضرتك رحت لمنصور؟ انا رحت له طبعا من غير انت ما تطلب مني. وقال لك هو قتله ليه؟ قال حاجات كتير ما فهمتش منها حاجة، غير انه قتله عشان بيحب بلده وبيحميها. وانا اللي افهمه ان الراجل كان واقف لكم عشان البنت. انا فاهمك يا بيه، انا جيت وقاعد من اولي الليل لاخره عشان افهمك، عشان عارف ان منصور مش هيفتح بقه بكلمة ولا هيقول اي حرف. يا رب تكون قربت تفهمني. أنا شايف إننا إنكم تتفضلوا. تتفضل فين؟ ما هو مش هينفع كده يا حاج، ما يصحش. وبعدين حضرتك ما استنيتش جوه ليه؟ ده بيتك، اتفضلوا يا حاج. الحقيقة الهانم مسكت فينا وعزمت، لكن قلت ما يصحش. إن شاء الله يا حلمي بيه، لو طلع منصور من النايبة دي بالسلامة هعمل زفته مع زفة طلعت وجميل، مش هيردوا غير إن إحنا نبقى أهل بصحيح. طب اتفضل يا حاج اتفضل، تعالى يا طلعت. لا لا يا سعادة البيه، خلي ابني طلعت هنا. اتفضل. يحمينا؟ يحمي مين يا حاج؟ يحمي الرجالة، يحمي الجماعة كلهم. وأظن دلوقتي عرفت ليه منصور بقى قاتل ومرمي في السجن دلوقتي. أفهم من كده إن منصور كان عارف يا حلمي بيه؟ أنا اللي قلت له. ما تاخذنيش يا حلمي بيه، أنا كنت مضطر أقول له أنت كنت فاكر يوم ما قبضوا عليه في المظاهرات وجيت لحضرتك وخرجته؟ ليلتها قال لي إن أنا بتعاون مع البوليس وإني مش وطني. بس كده مش صح يا حاج. ولا الزمان منا ولا احنا اللي